معلول، برحب بيك وببارك لك طبعا بطولتك الثانيه مع النادي الاهلي النهارده واداء رائع وفوز ببطوله مهمه. الحمد لله، الف مبروك على للناس الكل. تعب سنه كامله مشاش حرام، كنا نحب ان نجيبوا لقب بهذا. الحمد لله للناس الكل كانت بيقول لك كلمه مصر. لا ما لسه ما راح. الحمد لله، الف مبروك للعيبه كلها وللجماهير وللجهاز الفني. ان شاء الله دلوقتي نخمم في افريقيا ان شاء الله. شفت مجريات المباراه النهارده ازاي؟ اتاخرنا بهدف صعب شويه، الناس قالت خلاص الكاس هيروح تاني من الاهلي، لكن قدرتوا ان انتوا ترجعوا في المباراه بسرعه. دي مبدا النادي الاهلي، دي شخصيه النادي الاهلي. يعني حتى لو انت متاخر في النتيجه لازم عندك الشخصيه بتاع النادي الاهلي اللي تخليك ترجع في المقابله. الحمد لله اليوم الناس كل كنا رجال في الماتش وجبنا اللقب اللي كان غايب عن النادي الاهلي برشا. وان شاء الله كما قلت لك تو نطيو الصفحه هذه ونخمو في افريقيا ان شاء الله. مقبلين بقى على اهم بطوله افريقيا ومباراه الترجي، وانت طبعا لعيب دولي تونسي كبير جدا، شايف المباراه شايفها ازاي امام فريق الترجي؟ مش كل ده الهدف القادم لجمهور الاهلي ولاعيبه النادي؟ صحيح، مقابله باش تكون مقابله صعبه مع فريق محترم، ما عنده امكانيات وعنده اسمه في افريقيا، لكن لازم يعرف اللي مش يلعب فريق كبير اسمه النادي الاهلي، عنده شخصيته في البطوله هذه. ان شاء الله نكونوا مركزين ونخدموا في الفتره اللي جايه هذه بالباهي، وان شاء الله نكونوا حاضرين للمقابله ان شاء الله. مكمل مع الاهلي ان شاء الله؟ باذن الله ان شاء الله. لسه مكملين معايا ميدو.